حقق افهم حقق العب حقق اكبر حقق ارفض او اختار حقق اخذ القرار حقق اتعلم وعيش بكرامه وبامان بحريه ومساواه تتمتع بالحياه طريق واحد متلب متل نكمل بعض مع بعض نبني نغني نلعب نربح ونتسلم نعبي ونفهم ونقول when you're right طريق واحد متلب متل نكمل بعض مع بعض ما بدنا الحروب تسيطر علينا تبكي القلوب تدمر حوالينا ما بدي اعرف دمر ما بدي اعرف قوص ما بدي اعرف كسر ما بدي ما بدي عيش الطفولة لنحقق البطولة سوا نرجع نبني الحقولة عيش الطفولة لنحقق البطولة سوا نرجع نبني الحقولة قنابل عم تفقع وصوتي ما عم بسمع بي وامي ببالي عم اركض لحالي قنابل عم تفقع وصوتي ما عم بسمع عيش الطفولة لنحقق البطولة سوا نرجع نبني الحقولة عيش الطفولة لنحقق البطولة سوا نرجع نبني الحقولة عيش الطفولة عيش البطولة عيش الطفولة عيش عيش حقي عيش الطفولة أول شي بدي أقلكن إياه أنه أنا كتير بحبكن وهيدي التجربة بالنسبة لإلي كانت من أحلى التجارب يلي بعيشها بحياتي بتمنى تكونوا أنتو كمان تجربة حلوة عشتوها نحن ترفقنا ل 25 حلقة اليوم الحلقة 26 بالموسم الأول من بازل والأطفال اللي شايفينهم صرنا كلنا أصدقاء وأصحاب كلنا تعلمنا كلنا نمينا وكلنا كبرنا وهيدا هو كان هدف برنامجنا إنه هالأطفال يتسلوا يلعبوا وينمو كمان بمهارات كتيرة حياتية الأطفال لعبوا بالستوديو خرجوا برات الستوديو وعبروا عن رأيهم بمواضيع عديدة اليوم رح نرجع نقوم هيك بجولة سريعة على أبرز محطات هالبرنامج وكمان في عنا مواهب اكتشفناها خلال كل الموسم اليوم رح بيعبروا الأطفال عنا بطريقتهم الخاصة بالبداية الأطفال كان في كتير مواضيع حساسة متعلقة بحقوقهم متعلقة بهن كيف بيشوفوا الدنيا عبروا عنا بحرية خلونا نسترجع أبرز هالمواضيع وشو قالوا وشو كان رأيهم أكثر من 50 مشترك مروا ببرنامج بازل طيلة هالموسم مشتركين من مختلف الجنسيات الأعمار والخلفيات مشتركين كان إلهم مواقفهم وأمور كتيرة بالحياة انسألوا عنا وجاوبوا عنا بكل صراحة ومرات بجرأة ومرات بغصة حرية هي إنه الواقع الإنسان يعتقد مثل ما بده وما حد يمنعه الأمنية اللي بدي إياها إنه نجتمع كل عائلتنا مع بعض لو كان عندي فرصة حقيقة أمنية هي إنه يبطل في حرب بحس إنه من زمان إحنا كلنا ما اجتمعنا سوا صارت قريبا أكثر من 7 سنين سوري التنمر يعني انه الشخص يتمسخر على الثاني او يضايقه ويقول عنه اشياء مش منيحه ممكن نهينه بالكلام ممكن نضربه المهاره اللي بحب طورها بشخصيتي هي الاصغاء لانه انا بحكي اكثر ما بسمع لو كان عندي فرصه احقق الامنيه الوحده هو ارجع للوطن قد ما كان حلو البلد اللي عايش فيه ما بيكون احلى من وطن مره بالمدرسه ما كانوا بيعرفوني اول نهار الي فقالوا هيدي شايفه حالها يمكن ما بتتعاطى معنا وسوريه فهيدا الشيء حكم علي بدون ما يعرفوا مواقف كثيره تشاركوا فيها المشتركين عبروا فيها عن انفسهم اكثر شخص اذا كنت زعلان بحب احكي هو رفيقي اكثر شخص بحب احكي معه لما نكون زعلانه الله نحترم لاكبر منا وبرضه لازم نحترم كمان لاصغر منا المهاره يلي بحب طورها هي بحب اوثق بنفسي اكثر لازم احترم امي ابي رفقاتي انا من هلا عم اطور حالي بالرياضيات مشان بس صير بالمستقبل صير مهندس
كيف فينا نخلي يصير مجتمع أحسن. بنعلم الكل وبنكون إيد واحدة أكيد مشان نبني مجتمع منيح ومزدهر. لو كنت عنصر بالطبيعة بحب كون السماء. بحب المطر لأنه أول شيء بحسه أنه مو بس بينظف الشوارع كمان بينظف عقول الناس أحياناً. نقطة قوتي أنه لما دافع عن شخص مظلوم. وتبادلوا آراء وأفكار جديدة ومختلفة. الأولاد مش لازم يكونوا عم يشتغلوا، لازم يدرسوا مشان بعدين يكبروا يصيروا أشياء كتير كبيرة. المستقبل أكيد رح يكون حلو إن شاء الله بس لأرجع على بلدي. أنا عندي إذا بدي صوت لحدا عندي حرية التصويت، صوت للبدية. الحرية هي إنه يكون حر، ما يكون في قيود. صفات القائد الناجح إنه يكون بيتحمل المسؤولية وبيكون بيطبق القوانين، يكون عنده حكمة، يكون عنده خبرة، ويكون قادر ليخطط للمستقبل. لازم نتفائل نحن بالشغل الحلو مو بالشغل السيئة. لا ما فينا نحكم على شخص أو نعطي رأينا فيه قبل ما نتعرف عليه. يمكن أوقات فينا نظلم الشخص الثاني لأنه ممكن هو يكون منيح وأحياناً إنه بيبين عليه إنه ما هو منيح. أهمية المحافظة على البيئة إنه نكون عايشين ببيئة صحية، إنه نحافظ على النظافة. من خصائص التلوث إنه يوسع فتحة الأوزون. بحلم عيش بوطن بلا حرب. أنا بحب الوطن اللي بعيش فيه إنه يكون كله سلام، يكون كل الحقوق متساوية، ما فيه شر بس فيه خير، فيه تعاون وإيد وحدة ومحبة. هالأفكار سمحت لهم يتعلموا من اختلافات بعض، يحبوا، يحترموا ويتقبلوا هالاختلاف. هيك عبروا الأطفال عن رأيهم، عن رأيكم بكثير من المواضيع، وكنتوا جريئين وكنتوا حقيقيين وكنتوا حلوين وما كان في شيء بيهديكم، وهيدا أحلى شيء صار. أحلى شيء صار إنه كنتوا عم بتعبروا عن رأيكم بحرية. بتعرفوا نحن الكبار مرات منخاف نعبر عن رأينا بحرية، ويمكن أحلى شيء بعالم الطفولة هو إنه أنتوا بعدكم متمسكين بهيدي الحرية الرأي، وهيدا حق من حقوقكم. بقى أنا بهنيكم على هيدا الشيء. خليني أسأل مودريتور، لأنه مش بس أنا كنت فرحان بالتجربة، كمان سمر وماري تريز وفراس كمان كانوا ورايت تو بلاي، كانوا يعني لكل أكيد المودريتورز والحكام يلي ما إجوا معنا بهالحلقة منوجه لهم كتير تحية. ومن أول الحلقات كنتوا عم تشهدوا معي كيف عم يتغيروا هالأطفال. يلا سمر، شو أحلى شيء، شو أحلى اللحظات، شو بتتذكري، شو في شيء باقي بقلبك؟ أول شيء كانت التجربة كانت كتير حلوة وأكثر من رائعة معهم. شفنا روح المنافسة الحلوة عندهم بين بعض، كنا نحن كحكام وكفرق. شفت كمان ثقة بنفسهم قد تغيرت شوي شوي، صار في عنا ثقة بالنفس، نحن عم نلعب الألعاب، نحن عم نغني آخر شيء بالميوزك، كان شيء كتير حلو بالموسيقى. وحتى شفنا موضوع العمل الجماعي مع بعض، كمان صرنا فريق واحد عم نشتغل. واو ماري تريز. أنا كمان كتير انبسطت أني كنت جزء من هالتجربة الحلوة. كتير شفت مهارات عند الأولاد كتير قوية، والمواضيع اللي نحكى فيها مواضيع حساسة كانت ببعض الأوقات، بس كتير حلو أنه نحكى فيها بهالجراءة. حلو فراس، ما كانت مهمتكم سهلة. لحظة خليني أعرف، شي مرة زعلتوا من الحكام على نقاطهم؟ مأكدين؟ ولا مرة؟ حكموا بعدل؟ أكيد؟ طيب فراس، لنكون ديمقراطية صح؟ فراس كيف كانت هالتجربة؟ مثل ما ذكروا قبل الزملاء لنا، كانت التجربة حلوة كثير. الأطفال كمان نحن تعلمنا منه، مش بس نتعلموا من خلال البرنامج، بنتمنى كمان المشاهدين يكونوا كمان تعلموا منا. حاولنا قد ما فينا نكون عادلين بالنتائج، وعفوا إذا شي مرة حسيتونا مش عادلين، بس حاولنا قد ما فينا. نحن كنا بنحط العلامات على المهارة الحياتية، بنحط العلامات على اللعبة كيف كانت عم بتكون، وعلى كل المشاركة بالنسبة لنا كأطفال. وما كان هدفنا انه مين بيربح مين بيخسر، كنا اكثر نحن عم نحاول نوصل فكره انه في علامه عم تاخذوها بناء على كذا عينه نحن بنشوف انه انتم عم تطبقون. وبنفس الوقت كانت تجربه بالنسبه لنا انه تعلمنا انه كيف بالاطفال، اذا بنلاحظ كنا انه الاطفال بالمرحله الاولى بالالعاب، بعض الالعاب
كانوا يلعبوا ما يكونوا لاقطين شو المهارة الحياتية من اللعبة، بيرجعوا بنص اللعبة يكتشفوا شو هي، بيبلشوا يا تعاون يا تواصل مع بعض ويعدلوا ويربحوا ويرجعوا النتيجة. كانت تجربة حلوة كتير، ونتمنى أنه هني كمان يكونوا استفادوا منها ونحن استفدنا منهم. تحية للحكام. انتو كمان مشاهدينا فيكن تعبرونا عن رأيكم بهالتجربة، لأنه بفتكر هذه التجربة طالت كل بيت، مش بس الخمسين طفل يلي اشتغلنا معهم هن اللي لمستهم هالتجربة الحلوة، إنما كل حدا انتبعنا على السوشيال ميديا وتواصل معنا طيلة هالموسم وعبرنا عن محبته وعبرنا عن هالفكرة الحلوة إنه نجمع كل هالناس الحلوين بالستوديو اليوم. مشكورين فيكن كمان تتابعوا وتتواصلوا معنا، وكمان تبعتوا لنا رسائلكن عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى كل حساباتنا. وعدتكم بكتير مفاجآت، ومن المفاجآت الحلوة ريا وصوتها الحلو. وريا مش بس كان صوتها حلو، ريا كمان قررت بأغنية تعبر عن موضوع بيعني لها. شو هو الموضوع ريا؟ قررت أحكي عن زواج الأسيرات لأنه هيدا الموضوع كتير غلط ولازم ينحكى عليه، وبعده عم بيصير بأيامنا هلأ، وبرأيي هيدا الشيء كتير غلط، والبنات ما بيكون بدها وأهلها بيجبروها، وأوقات بيصير فيه مشاكل صحية نفسية ولازم يتوقف هالشيء. مين من الأطفال بيصوت مع ريا على إنه زواج القاصرات لازم يتوقف؟ جريت، لكن خلونا نسمع صرخة ريا بهالأغنية اللي حضرتها خصيصاً لهالحلقة، عم بتطالب فيها بأنه يتم منع زواج القاصرات وأنه نعطي الطفولة حقهم بعيش حياة الطفولة، لبس يوصلوا يكونوا راشدين يقرروا هن حياتهم المستقبلية وأبرزها زواجهم. خليكن على تواصل معنا عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي، ونحن بنرجع منتابع حلقتنا الاحتفالية بعد البريك.
منتابع الحلقة الأخيرة من الموسم الأول من بازل بحضور الأطفال يلي اليوم شارفيننا كلكم باستوديو ومبسوطين كتير بحضوركم وبابتساماتكم. كميل، شو أحلى لحظة عشتها بهالبرنامج؟ أنت شاركت، تفعلت، لعبت، زعلت شوي، ضحكت كتير، انبسطت، تحمست، عشت كتير مشاعر بهالبرنامج. لما كان فريق يخسر كنت شوفك هيك تزعل شوي، ولما فريقك يربح وانت تساهم بربحه كنت كتير عندك اعتزاز وفخر. شو أحلى لحظات عشتهم بهالبرنامج؟ طبعاً أكتر لحظات يعني أنا عشتهم بالبرنامج هو وقت يربح فريقي. طبعاً كل شخص وقت يربح فريقه عادي أكيد لح يوم بسيط، وفي كتير لحظات حبيتها مثل كأنه أتعرف عارف أجداد، وقت أتعلم شيء ما كنت أعرفه، أتعلم شيء جديد كنت حب أنا هيك أشياء. كميل، السؤال لإلك عن جد بهيك على قلبي أسألك إيه وبصراحة، في كتير ناس موجودين هون أطفال بالاستوديو بيختلفوا عنك بكتير أشياء، صح؟ صداقتهم شو غيرت بهالمفهوم؟ ويمكن مرات نحن بنحط حواجز بيننا وبين الناس اللي ما بنعرفهم، إنه بيختلفوا عنا بلونهم، بدينهم، بمعتقداتهم، بيختلفوا عنا حتى بتفكيرهم بكتير أشياء. الصداقة اللي جمعتكم بالاستوديو شو غيرت؟ الصداقة اللي جمعتنا باستوديو مثل كأنه كسرت حاجز بيننا، ومثل كأنه بين العنصرية بين الناس اللي ما بيحبوا الأشخاص التانية، سواء إذا كان دينه مختلف أو لون بشرته. وكمان يعني الشيء الفرق بيننا أنه كأنه مثل كأنه تعلمت، كل ما أتعرف على شخص جديد بتعلم إشياء منه، هو بتعلم إشياء منه. برافو، شكراً. شو أحلى شيء بهالبرنامج؟ أحلى شيء كان بهالبرنامج إنه أكيد لما ربح فريقنا كنا مع بعض، وكل إنه الفريقين انبسطوا لبعض، مش حدا زعل حدا فريح. ولما كان يزن لما توتر كتير أو مبكي شفنا عزيزة ومحمد كمان دمعوا معهم، ولما قاموا الفريقين لعنده صاروا إنه سجعوا. هيدي كانت أحلى مومنت، كانت أحلى، كان كتير حلو هالشعور. كريت، شكرا. نوجين، فالي، انت فالي من البرنامج، شو باقي معك؟ باقي معي بالبرنامج كل الذكريات اللي عشتهم مع رفقات اللي تعرفت عليهم جديد، وكل لحظات الحلوة، كل لحظات اللي صار يبكون فيهم كذا من رفقاتي انه هن زعلانين لانه خسروا، بس كلهم شجعون بعدين كلهم صاروا ايد وحده وكلهم فرحانين مع بعض. حلو. كمان بهمني اسمع رايك عن شو باقي لك بالبرنامج. بقي لي كتير أشياء حلوة من هون، تعلمت كتير أشياء، تعلمت التواضع والمحبة وإنه ما يكون في عنصرية نحن بنات بعض، وتعلمت كتير أشياء حلوة. حلو، شو حلو. هوني مين معه الميكرو؟ ندى معك الميكرو. شو تعلمت؟ أنا شو أحلى شيء عشته مش ضروري تعلمت، شو أحلى شيء عشته بالبرنامج؟ معكم وكمان مع رفقاتي، وتعرفت مع رفقة جداد وكمان كتير أشياء. ندى، أحلى شيء رح يضل بقلبك من هالبرنامج؟ أحلى شيء رح يضل بقلبي إنه تعرفت على رفقات جداد، تعلمت منهم كتير أشياء، تعلمت منهم إنه نحب بعض، نتواضع مع بعض، ما نتخانق مع بعض مشان إنه ديننا غير دين. دين ومعتقدات، مش بس الدين، ومعتقدات وأفكار ولون وجنسية وحي، ما نحن لما بدنا نقسم ونعمل أشياء فينا كل حي يصير ضد حي تاني، صح؟ سو نحن عائلة وحدة، عن جد صرنا عائلة وحدة، ولازم نضل نحافظ على هالصداقة يلي جمعتنا، مش بس على التلفزيون، لازم نضل نلاقي طرق لحتى نتواصل. ومن الأشياء الحلوة اللي اكتشفناها كمان إنه نوح عزفه على البيانو كتير حلو، كرمال هيك رح يقدم لنا هلا بنفس المشاعر أغنية كمان وطنية بتذكر يعني صحيح بتذكر بالعراق، بتذكر بكتير كمان من البلدان العربية يلي كلنا نحن بننتمي لها، أغنية موطني. بتحبوها الأغنية؟ طب نوح رح يعزفها على البيانو وريا رح تغنيها من تبعها.
حلقتنا بعد فيها كثير من الفقرات، حلقة احتفالية ختامية للموسم الأول من فازل. بنرجع بعد البريك. فازل بحلقتنا الأخيرة للموسم الأول. الأطفال لعبوا بالاستوديو وكلنا سوا نمينا وتعلمنا، حتى نحن في ألعاب نحن عملناها كانت صعبة مرات وتعلمنا نحن منها الكبار، بس كمان الأطفال كان عندهم مهمات إنسانية وأفعال خير ومحبة قاموا فيها لخدمة المجتمع، لأنه الأطفال أنتوا عنصر مهم كتير بالمجتمع، مش بس بتاخدوا من المجتمع كمان بتعطوا، والأفعال اللي بتقدروا تعملوها والتأثير اللي بتقدروا تعملوه بمجتمعاتكم هو تأثير كتير كبير. عشان هيك بدي أسأل الشباب والصبايا عن هالمهمات اللي نفذتوها من خارج الاستوديو، كمان شو بقى لكم منها؟ شو أحلى مهمة قمتوا فيها وشو أحلى اللحظات اللي عشتوها؟ رواء شو أحلى مهمة طلعتي نفذتيها أنت وأصحابك؟ أحلى مهمة كانت عندي إنه رحنا وزعنا ليموناد على العالم، وكانت كتير وقتها شوب والعالم بلشنا نحط تلج والعالم بلشوا يجوا ياخدوا، فكتير حسينا إنه شعور كتير حلو. وأنا تعلمت من هيدي الشغلة إنه لازم نعطي للعالم أكتر، نوزع للعالم إنه يكون عنا محبة للآخرين. أوكي حلو كتير. ديانا كمان شو أحلى مهمة؟ أحلى مهمة إنه رحت على بيت العجزة، وكتير حلو إنه ساعدتهم وعرفت أكتر، وكمان عرفت عن المزرعة كيف يزرعوا، وكان كتير حلو الشعور إنه عرفت على المزرعة. تعرفتي على المزرعة، ساعدتي كبار السن. تعرفي أنا بشو تأثرت أكثر شيء؟ لما قالوا لكم إنه ضلوا تعوا، يعني هن كمان حبوكم. أكيد. وقالوا إنه كتير انبسطوا إنه رحتوا زرتوهم. كرمال هيك برات الاستوديو اذا عندكم جد وست وعم وخال ما تترددوا تروحوا تزورون، لانه بحبوكم كثير وزيارتكم ممكن تعمل كثير فرق. هذا الشيء اللي شفناه بالتقرير، صحيح؟ صحيح. ميديا شو عملتي؟ المهمه اللي عملتها هي انه رحنا على محل فرن، عملنا مناقيش وساعدنا الناس وانبسطت كثير، لانه كان في ناس بدهم اكل وعملنا لهم ياهون وكنت مبسوطه كثير. ونحن انبسطنا بهالمهمه اللي قايل. شو أحلى مهمة طلعت فيها وبقيت هيك بقلبك باقية ذكرى حلوة؟ لما قمنا ووزعنا ورد للناس وأعطيناهم الورد اللي عندنا. تعرف؟ على فكرة أنت بتفكرها شغلة سهلة، بس اليوم بتشوف إذا بتشوف الناس كيف تمشي بالشارع بسرعة، إنك توقفها هيك وتعطيها وردة، مرات في ناس بينقذوا. حسيت هيك شي حدا نقز ما بده ياخذ الوردة؟ والله الكل تجاوب معك. هلا ما هي كلهم تجاوبوا، بس كان معي في كم بس مع غيري ما تجاوبوا. بتعرف هي مهمة منا سهلة ابدا، واليوم لانه نحن بمجتمعاتنا صار اللطف كثير قليل، يعني لما حدا انسان ببادل انسان ثاني بفعل لطف او محبة صرنا بنستغرب انه شو بدك مني اذا اعطيتني وردة؟ انتوا كنتوا عم تعطوا الوردة وما كان بدكم الا محبتهم. ثانك يو، شكرا لإلك. احلى شيء، احلى مهمة طلعت فيها. المهمة طلعت فيها لما رحنا على بيت العجزة ودهنا البيت لإلهم ولعبنا معهم واستمتعنا معهم، كان احلى شيء عملناه. وانت شو حسيت بهالوقت؟ شو الشعور لما بتحس حدا يمكن قبل بخمس دقائق ما بتعرفه تروح لعنده تقعد تبادله الحب، تلعب انت وياه تتسلى انت وياه، ويكون كانه هو ناطرك صار له زمان؟ بحس بفرحه. فرحه، هيدا اهم شيء. خلونا نتذكر سوا ابرز المهمات يلي قاموا فيها الاطفال خلال كل هالحلقات. وبعدني ناسي ميرنا ما سالتها، ونوجين قالت لي ميرنا قبل الروبورتاج لوين رحتي؟ رحنا على مطرح كان في شارع ونظفناه وعلمنا المحلات كيف يفرزوا زباله. ايه شو ترك فيكي اثر هالفعل؟ انه كنا عم
كان في عالم كتير كانوا عم يتجاوبوا معنا وكانوا بدهم هيك يفرزوا زبالة وكانوا ناطرين حدا هيك يعلمهم يفرزوا زبالة. مظبوط. الكبار 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 بكتير من الأوقات بيتعلموا من الصغار وبيتعلموا كتير من المهارات الحياتية من الصغار. بقى أنا كتير مبسوط أنه أنتوا قدرتوا تعملوا كل هالمهام وهالمهمات لأنه فيها كتير مهارات أنتوا كمان ومشاعر حلوة عشتوها. خلونا نتذكر سوا بهالروبورتاج أبرز هالمهمات. مبادرات كتيرة قاموا فيها المشتركين ببرنامج بازل طيلة هالموسم. مبادرات طلبت عمل جماعي وتعاون لتحقيق هدف مختلف من كل مهمة جديدة. 25 مبادرة قطعوا بالبرنامج منا ضحكتنا. صاروا العالم يجوا يمسكوا ايدينا وندبك سوا بدون ما بيعرفوا مين نحن وشو اسمائنا كثير حبيت التيتا اللي كانت معنا لانه كثير كانت عم تحمس العالم ليجوا يرقصوا. انا كثير ضحكت لان شفتهم كلهم وقعوا وانا وحدي واقف يعني. منا تعبتنا بس فرحتنا. تعذبنا شوي بحمل سطول الزبالة لأنه كانت قال وبردنا لأنه من شارع لشارع. بس المهم قدرنا نحط البريميل بأغلب شوارع بيروت. أنا كتير تعبان وبس مبسوط لأجل اليوم كنا عم نضيف. كانت المهمة شوي صعبة لأن على السرعة كان بيقعوا الكبايات من إيده وكانت تقع الليمونادة على الأرض. بس كنت ضيف تفاحة للعالم كنت أفرح. لأن التفاحة ورا التفاحة صارت تنقص السلة وهيك صارت السلة أخف علي وبطلت تقلي. بس أنا ما حسيت بالتعب أبداً لأنه شفت كل العالم مبسوطة لما أكلت. شوابنا كتير وتعبنا كتير بس المهم أنه وعينا الناس على شيء كتير مهم هو فرز الزبالة. ومنا أثرت فينا. يعني 4 أولاد مرضين وما بيعرفوا لا يحكوا ولا بيعرفوا إيش بدهم. حتى المي إذا عطش شو بدي أجيب لهم يعني ما بيعرفوا. أنا خليلي إياكم وضل أقدر أوقف حدكم. ميرسي. أعطيكم الصحة وتشوفوا أحلى حياة. ثانك يو ميرسي ونحن بنحبك كثير. أنا بحبك كثير يا ماما ديري بالك على حقك. انبسطت أكثر من العالم اللي أخذوا ورود إنه هيدا فعل عطاء. يا أحلى منكم أنتوا حلوين الله يخليكم لأهلكم. أنا انبسطت كتير لأنه هدول الجمل عنيوا لهالأشخاص. هيدا جملة كتير كبير بس بدك تشوف الإنسان أحلامه لوين بتوديه. هاي مام. هاي. بتعرفي إنه أنت بالنسبة لك كل شيء. هذا الفرن بقدم نقيش يعني ببلاش للعالم وانه كنت عم بظهر لبرا وعم شوف الناس انه عم بياكلوا منقوشه وحده بالنهار بس يمكن ما بياكلوا غيره. الاهل كان معهم بونات صح ما في مصاري او شيء بس الولد بحافظ على كرامته بهالطريقه ببينه مثل المصاري بالنسبه له. بحسوا انه اهلهم عم يشتروا هاي الشغلات لهم ما عم ياخذوهم كانوا مساعده. بس الاهم انه كل مبادره تعلمنا منها. لاحظنا اخر فتره قد ايه العالم عم تقضي وقت على السوشيال ميديا. مبادره ممتازه بس بتكفي. بسمه كانت على وجوههم دائما ما كانت عم تفرقهم. هالاهتمام هيدا تكبر روحه بيكبر قلبه الكبير بالعمر بحس انه فعلا مزبوط له قيمه. وراي صار في حادث صار معي كل العالم بتمشى ولا اشاره. كثير مهمه لانه اصلا الكبار ما بيعرفوه. بتعرف قديش بدك يا سنالو يعني تحلل بالهواء؟ قبل شي 100 سنة يمكن. لا ما بعرف. جربنا قد ما فينا نوزع هالكياس للعالم تخفف استعمال كياس النايلون. جربنا نعلم. الجمل اللي كتب ليهم هن جمل نصائح لحتى ننصح العالم على الأكل الطبيعي. كل صحي. انتبه على صحتك.
الكل طبيعي. قد ايه صار لك بتسوقي؟ شي 40 سنة. بتعرفي إشارة المرور؟ يعني مش كتير. اتعلمت انه نحترم قوانين السير واشارات السير. ما كنت عارفة انه في كتير زبالة بالطريق، يعني بالعادة انه يكون الطريق نظيف لازم، فتفاجأت انه في كل هالقد زبالة بالطريق. حضرتك انت بتفرز زبالة بالمحل؟ لا. نساعد ونوعي أكبر عدد ممكن من الناس. حبيت مساعدة الخطيئين لأنه أنا كتير بحب ساعد بالبيت وكل العالم. منك كل أسبوع يجي. عم ودعهم ومتضايق كتير أني فالل، بس رح أجي مرة تانية زورهم. أول ما وصلوا العالم اتفاجأت لأنه كان عددهم كتير كبير. صحنا شو طيب الأكل؟ أنتوا أطيب. ليموناده ببلاش، ليموناده ببلاش. كان كتير شعور حلو انه نعطي ليموناده للعالم بهالشوب بالحار. مثل هالولاد اليوم في كتير اطفال محرومين من المدرسه، محرومين من حق التعليم، نحن جربنا اليوم قد ما بنقدر نرجع لهم هيدا الحق. لما كنت عم نظف انا وعادل لقيت شخص مشرد نايم بين الزباله، فرحنا سألناه أنا وعادل إنه أنت ليش نايم عند الزبالة ووين أهلك وكيف عايش. أنا كتير زعلت عليه لأن بلش يبكي، حسيت إنه يا ريت لو أنا فيني أقدر ساعده. بهالمبادرات كان عنا حلم جربنا نحققه بأفعال بسيطة، ففعل بسيط من كل واحد فينا قادر يعمل فرق كبير. بريك كتير قصير، بعده بنرجع للستوديو والفقرة موسيقى بس هالمرة كتير مميز. نتمنى تكونوا قضيتوا معنا اوقات حلوه مثل ما نحن فرحنا تكونوا انتم فرحتوا ببيوتكم، وبنشوفكم ان شاء الله بموسم ثاني. باي باي. We'll be right back.
جهلن دمروني من عمري سرقوني رفقاتي لا تنطروني أهلي جوزوني من جهلن دمروني من عمري سرقوني ويلي حقوق الأطفال رح منموت من الأمال علوا الصوت وخلوا الحق يشيل الدمع من عيوني بدي ألعب بدي غني بدي أفرح بدي بدي ألعب بدي غني بدي أفرح بدي